نتكلم بشكل اكبر عن مباراه الغد. معانا الكابتن عمرو الحديد، طبعا نجم النادي الاهلي السابق، نتعرف على رايه في مباراه الغد وبكاس العالم للانديه بشكل عام. كابتن عمرو، برحب بيك ومنورني في اخبار اون تايم. حبيبي يا محمود، اخبارك ايه وصحتك عامله ايه؟ والله زي الفل، زي حضرتك وحضرتك طيب وبالصحه وبالسلامه. يعني كنت لسه طبعا بتكلم عن مباراه الغد ومباراه النادي الاهلي واوكلاند. اوكلاند فريق كبير بالفعل، فايز باربع القاب الموسم المنقضي، لكن بكل التاكيد النادي الاهلي بطل افريقيا، حتى اذا كان النادي الاهلي يعني لم يوفق في البطوله الاخيره، لكن النادي الاهلي بكوكبه اللعيبه والجهاز الفني فريق كبير. حضرتك شايف مباراه النادي الاهلي بكره ازاي وضربه البداله في مونديال الانديه؟ بص، احنا تملي بنقرا على صفحات الجرايد والسوشيال ميديا ان مدرب اوكلاند هو بيقول لك انا جايب 6 مدافعين، 4 في خط الظهر واثنين ديفندرات دفاع. كويس جدا، الراجل بيذاكر زي ما النادي الاهلي بيذاكر الفرقه اللي قدامه. احنا هنتكلم في الاول عن طموح اللعيبه ونتكلم عن طموح كولر. كولر طموحه قبل ما يسافر من مصر من 3 اسابيع كان عنده ثقه في الاداء رغم الاصابات، كان عنده ثبات في التشكيل، كان عنده الارتفاع مستوى البدني، ارتقاء مستوى اللعب الفردي والجماعي، رجوع كهربا، رجوع ثقة محمد شريف في التهديف. الموضوع كله بقى إجمالي، الراجل شغال بملف صح قبل ما يسافر كاس العالم للأندية. أول لما خلص مباراة البنك ابتدى يتكلم عن مباراة أوكلاند ويبتدي يلبس توب كاس العالم للأندية. كولر راجل ذكي، بيستعمل ذكائه في أسلوب طريقة اللعب، الأسلوب وطريقة اللعب، ثبت طريقة اللعب أكتر من مرة، الناس كلها شايفة على الورق وعلى البلانشيدة بتاعت المحاضرات 4-2-3-1، وهو بيلعب 4-1-4-1، بيعمل مهام لحمدي فتحي، بيعمل مهام لقفشة، بيعمل مهام لشريف، بيعمل مهام للكهرباء. موضوع كهرباء رغم انه خد ثورات وجولات كبيرة في اللي احنا عايشين فيه في الكرة المصرية، بس كهرباء رد على الناس كلها بالاداء اللي شفناه في مباراة سموحة والتألق شفناه لمدة 65 في مباراة الزمالك. خلاص كده النادي الاهلي طموح اللعيبة بقى، طموح اللعيبه، اللعيبه عايزه ايه؟ اللعيبه عايزه توصل لغايه فين؟ اللعيبه عايزه تحقق ايه؟ احنا حققنا قبل كده برونزيه، هل في طمع وهدف وغيره ان انا اوصل للاعلى؟ اوصل للفضيه، للبرونزيه، للذهبيه، كل ده متاح، متاح ازاي؟ نقدر يا كابتن عم، بس اللي يعني نقدر نقول المشوار صعب، يعني بس صعب. احنا يعني النادي الاهلي يعني ما فيش شيء مستحيل، لكن قصدي الاهلي هيلاعب اوكلاند بكره، وبعد كده الفائز هيلاعب فريق سياتل بطل كونكا كاف، وبعديها ريال مدريد. الاهلي يقدر يعدي ريال مدريد؟ حضرتك شايف ان لو ركز يقدر يعدي؟ انا مش هتكلم على البعيد وانا لسه قدامي بكره. بكره اوكلاند حققت التارجت المطلوب مني من ال3 بونت، وحققت اديتش انذار شديد اللهجه لبطل امريكا. صحيح. انا باخدها مرحله مرحله، المرحله الاولى هو اوكلاند، نفذت واحترمت واديت وتاكدت من امكانيات لعيبتي وثقافه لعيبتي واسلوب لعيبتي اللي هو عنده صولات وجولات قديمه وعنده خبرات في كاس العالم للانديه، هنفذ اللي انا عايزه وهاخد من المباراه اللي انا عايزها. ادي واحد. اتنين، بعد ما بخلص المباراه الراجل بيقول لك نشوه الفرحه اللي موجوده جوه غرفه خلع الملابس، مجرد اما نتحرك على الفندق نفكر في المباراه الجديده. زي ما اللعيبه بتذاكر واللعيبه عندها طموح واللعيبه عندها طموح ان هي اوصل لاعلى منصه التتويج، الراجل برضو بيذاكر، بيذاكر الخصم، بيشوف امكانيات الخصم، بيجيب شرايط، بيتعرف على سيديهات، بيجيب فلاشات للعيبه، بيشوف امكانيات اللعيبه دي شكلها ايه. هو ده المطلوب. اذا ياخدها خطوه بخطوه افضل. بالظبط كده. الراجل قال لك، بيسالوه في المؤتمر الصحفي انت بتوعد بايه جماهير النادي الاهلي؟ الراجل قال لك هو اللي قبلي كان وعد. هو ده الراجل، قليل الكلام، ثبات انفعالي، ذكي، عنده ربط ما بين مجلس الاداره والجهاز الاداري بقياده الكابتن سيد عبد العزيز وقبليهم الكابتن محمود الخطيب، ما بيعلنش عن اي حاجه. حتى اما هو سافر خد اللعيبه كلها سافر بيها، واول لما قال لك مين اللي جوه قائمه كاس العالم للانديه استبعد سافيو، استبعد شادي. انا كنت لسه عايز اكلم حضرتك على المستبعدين، يعني حضرتك مؤيد للمستبعدين مصطفى مخلوف، شادي حسين، ايمن اشرف، طبعا محمد الدوي كريستو، والبرازيلي برونو سافيو. حضرتك شايف ان في مفاجات في المستبعدين؟ بص يا محمود، لازم نمسكها واحده واحده كده بالراحه عشان الناس تبقى عند المشاهدين والمستمعين تبقى عارفه هي بتفكر ازاي وتقدر تشرح دوت زيها زي المحللين. بالنسبه لايمن ده راجع من اصابه، فانت مش هتجرب في كاس العالم للانديه، انت عايز تديله على مراحل. ادي واحد. مصطفى مخلوف هو لسه ما حدش لسه يعرفه كحارس مرمى، بس ايامه جايه، مستقبل النادي الاهلي، ان الاهلي لسه شاريه من فتره، فهو ده مستقبل النادي الاهلي. سافيو من اصابه وابتدى بقى ايه المكان ينشغل، عبد القادر وطاهر والامكانيات، الراجل ده اللي اكتشف طاهر، الراجل ده اللي اكتشف كريم فؤاد، كريم فؤاد مصاب، طاهر موجود، دلوقتي حسين الشحات
دلوقتي خالد عبد الفتاح، دلوقتي مروان، بقى عندك بدلاء تعلي كفه اللي يأدي يحجز مكانه. صحيح. نيجي لشادي بقى، هو ده احنا كلعيبه حضرنا حاجه زي كده، كنا بنتمنى ان شادي يبقى ليه حظ ما قبل كاس العالم للانديه عشان يبقى ليه حظ في كاس العالم للانديه. بس ده لا تفسد للود قضيه، اقتناع الراجل واختلاف وجهات النظر لا تفسد للود قضيه ما بين شادي وما بين الراجل. شادي لعيب كويس، اصبر هجيلك، ما تستعجلش، ما تبلاش دعوه بالكلام اللي بيتقال في الميديا انك 30 سنه، ما فيش الكلام ده. انت راجل لعيب وهداف والنادي الاهلي، لو مش عارف انك امكانياتك ذو مستوى انك تبقى جدير بلبس فرنه النادي الاهلي وتبقى هداف في النادي الاهلي، الايام جايه والحظ هيبتسم لك، بس الفرصه لو جات لك امسك فيها، ما تسيبهاش، خليك مركز واتمرن وركز، وادائك هو اللي هيفرض الصوت والاداء على كل المشككين في امكانيات شادي حسين. كابتن عمرو، عايز اتكلم على طريقه اللعب بكره اللي يبدا بيها النادي الاهلي. عايز شايف ان يبدا بنفس طريقه اللعب المعتاده 4-2-3، حضرتك بتقولي 4-1-4-1، النادي الاهلي بيلعب كده في الفتره الاخيره، طريقه اللعب والتشكيل برضه. النادي الاهلي هيبدا على الورق اللي الناس شايفاه، الشناوي، محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلوم، اثنين ارتكاز، حمدي فتحي والو ديانج، اطراف حسين الشحات، قفشه رقم 10، احمد عبد القادر، كهربا مش محمد شريف، لا كهربا ده اللي ظاهر للناس. فجاه هتلاقي طريقه اللعب اتغيرت، الاهلي بيحضر باثنين عشان بيهاجموا بفرد واحد، هتلاقي محمود متولي محمد عبد المنعم، هيحصل اندفاع للامام من محمد هاني وعلي معلول، يبقى انت خليت الملعب 2-4-3-1، الاربعه هاني وديانج وحمدي فتحي وعلي معلول، وهتدي اريحيه ثانيه لتملي قفشه هو محور فكر او صانع الالعاب. هتلاقي الراجل بيدي مهام مهمه جدا لحمدي فتحي في الزياده عشان يعمل الربط ما بين عبد القادر وحمدي وحسين وقفشه وحسين وكهربا، هتلاقي الاربعه دول موجودين. هتلاقي طريقه اللعب في الشوط الثاني بتتغير، بيبدا بالاربعه واحد، الاربعه اللي هم هاني بعد ما يطمن ويعرف مفاتيح فرقه اوكلاند ونقاط الضعف يبتدي يشتغل عليها. هتلاقي هاني، متولي، عبد المنعم، معلول، ديانج بس، وهتلاقي قدامهم اربعه، حسين وقفشه وحمدي وعبد القادر وكهربا. حمدي بيكمل زي المباراه الاخيره زي ما شفنا. تمام. بس ساعه الدخول جوه الصندوق بتلاقي حسين وبتلاقي كهربا وبتلاقي حمدي وبتلاقي عبد القادر وبيستنى على قص ال 18 من بره قفشه بس. النهارده عايز انقل حضرتك لموضوع تاني، النهارده اخر يوم خلاص في باب الانتقالات الشتويه، هل شايف النادي الاهلي اخطا في عدم التعاقد مع مهاجم افريقي او اجنبي بشكل عام صريح؟ خاصة خلاص بعد التعاقد مع الأربعة، احنا عارفين خالد عبد الفتاح ومروان عطية بالإضافة إلى أحمد القندوسي طبعا منضم حديثا وكريستو. حضرتك شايف النادي الأهلي أخطأ في حتة المهاجم الصريح؟ كان محتاج مهاجم صريح؟ بص، كلنا كنا بنتمنى مهاجم صريح من أنصاف الفرص، اللي هو الهداف، الفرود القوي، البنيان الجسماني الكبير، ألعاب الهواء، بيجيب ضربات الرأس، كل ده أنت محتاجه. فجأة شريف رجع تاني لصوابه، ابتديت تتراجع، كهربي حللك اللغز، ابتديت ترجع أكتر. تاوى اما رجع وخف ابتديت ترجع، عشان الراجل في اول حديثه قال لك انا جربت كل فراودتي فما حدش اقنعني بالتهديف، لعبت بيرستاو جاب جونين ثم اتصاب. فجاه شريف وشادي وكان قبلهم حسام قبل ما يروح سموحه مفيش تهديف. طيب. فجاه كهربا جه بعد 465 يوم حلل اللغز، فجاه شريف رجع، يبقى درجه الغيره ودرجه الحماس ودرجه الارتفاع نشوه التهديف رجعت للنادي الاهلي تاني. شريف وهتلاقيها في كهربا وهتلاقيها في تاو وهتلاقيها في القادمون من الخلف، اللي هو السولية، حمدي فتحي، قفشه، حسين الشحات، احمد عبد القادر، والراجل واثق في ده. الراجل قال لك كلمه محمود مهمه جدا عشان الناس تفهمها، لو ما جبتش فرود احسن من اللي عندي بكتير يبقى خلي اللي عندي اولى. وده تفكير منطقي يعني، تفكير محترم طبعا. بص، لازم نقتنع ان المدير الفني الذكي لو جاب فرود في امكانيات عماد متعب، فرود في امكانيات حسام حسن، فرود في امكانيات ايمن شوقي، كابتن محمد رمضان، الناس اللي بتجيب اهداف، الاسماء الكبيره، فيليكس، الناس اللي كانت موجوده، يبقى لازم يبقى في فرق بيني وبين اللي موجود. لو جبت زيه زي اللي عندي يبقى ما تستعجلش، ما تفقدش دولارات، ما تفقدش مكان، ما تفقدش صفقه يتقال عليها ان هي صفقه غير منتظمه او صفقه بالبلدي فاشله. النادي الاهلي هيدرس كويس قوي، الاهلي لما فكر
فجلال الدين شاريبوف الاصابه اللي قالت لك الراجل عنده اصابه كبيره فما ينفعش يبقى موجود. اما جبت الغاني يعقوبه لقيت ان عنده اصابه مكرره، اما طلبت تشتريه باسلوب معين او تاخده اعاره غليت مستوى سقف الامور الماديه. لا، النادي الاهلي خلاص الملف ده الاهلي هو عارف بيتعامل عليه ازاي. مجلس اداره النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب قبل كل شيء عارفين هم بيعملوا ايه، بيفكروا ازاي، بيدعموا ازاي. الناس بتفكر في لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده دلوقتي، سوليا والشناوي وعلي معلول، خبرات النادي الاهلي، ماضي ومستقبل، ماضي وحاضر النادي الاهلي، كريستو ومروان وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم واحمد عبد القادر مستقبل النادي الاهلي طبعا. واحنا نتمنى لهم ان شاء الله النادي الاهلي كل التوفيق بكره ان شاء الله قدام فريق اوكلاند في ضربه البدايه. كابتن عمرو الحديدي طبعا نجم النادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني في اخبار اون تايم.